3.46%. عايز اضربها في 4. هضربها ازاي في 4؟ دلوقتي اكنك مش شايف العلامه خالص، شيل العلامه دي خالص، اكنك مش شايفها اللي هي بين الثلاثه والاربعه، انا هشيلها وهضرب عادي خالص الضرب بتاعنا. 4 في 6، 4 في 6 بكام؟ 4 في 6 24، هنزل الاربعه والاثنين تروح على الخانه اللي بعديها اللي هي العشرات وراها على طول، تحط وراها هنا 2. 4 في 4، 4 في 4 في 16. طب والاثنين اللي انت شايلها؟ برضه لازم اجمعها معايا. 4 و4 16، 4 في 4 16، والاثنين يبقى كام؟ 18. هنزل ال 8، طب والواحد اكتبه فين؟ في اللي بعديها اللي هي فوق مين؟ فوق الثلاثة. 4 في 3 ب 12، وواحد يبقى 13. اكتب الثلاثة، طب والواحد اوديه فين؟ خلاص بدل ما فيش حاجة تانية بعد الثلاثة أحط في منها الواحد، خلاص أنزله زي ما هو. خلاص كده خلصت؟ لا لسه. العلامة اللي أنت شلتها كانت بعد كام رقم؟ كانت بعد رقمين، الستة والأربعة، يبقى بعد رقمين، يبقى أنت نزلها بعد رقمين، تبقى 13.84%. تعالى اللي بعديها. 521 من 1000، عايز أضربها في الثمانية، طب أكنك مش شايف العلامة، هشيلها خالص أكني مش شايفها، لو 521 أضربها في الثمانية. 8 في 1 ب 8، 8 في 2 16، 6 ومعايا الواحد، الواحد يروح فين؟ يروح عند اللي بعديها في المئات عند الخمسة، يبقى هنا واحد. 8 في 5 40، 40 وواحد 41، فهكتب الواحد وال 40 واشوف العلامة عندي بعد كام رقم؟ عندي 1 2 3، يبقى احطها بعد 3 أرقام، أقول ال 8 وال 6 وال 1 وهي بعديها على طول، يبقى بين الأربعة وبين الواحد، يبقى 4 و168 من 1000. تعالى اللي بعديها، هشيل العلامة كأني مش شايفها، هخليها معايا، طب هضرب 2 في 2 4، 2 في 6 12، 2 ومعايا الواحد، الواحد فوق الواحد، 2 في 1 ب 2 ومعايا 1 3، 2 في 6 2 في 3 ب 6. طب والعلامة، العلامة بعد كام رقم؟ أعد بعد الاثنين والستة والواحد، يعني بعد رقم واحد واثنين وثلاثة، يبقى بعد ثلاث أرقام، يبقى العلامة تحطها بعد ثلاث أرقام، تبقى بين الستة وبين الثلاثة، يبقى 6.324 من 1000. طب تعالى عند اللي بعديها، طب إيه ده؟ ده بيقول لي 3.4 من 10، وهنا 2.5 من 10، مش مكتوب 8 و2 والأرقام العادية دي، عامل لي علامة عشرية وعلامة عشرية، طب هعمل إيه؟ شيل العلامتين هنا وهنا، هاخد العلامة من هنا واخد العلامة من هنا، وابتدي اضرب عادي 34 و25 اضربهم في بعض، يلا نضرب 5 في 4 20، صفر ومعايا الاثنين عشان دي 20، 5 في 3 15، 15 ومعايا 2 يبقى 17. طب دي علامة ضرب، يبقى انا هزود علامة زائد، ضرب معاها زائد ونزل الصفر الاولاني، 2 في 4 8، 2 في 3 بالستة، واجمع عادي 0 و0 هتنزل هو هو تاني الصفر، 7 و8 هجمع 8 في دماغي وال7 على ايديا هيبقى كام؟ 15، 5 ومعايا الواحد، 1 و1 2، 2 و6 تبقى كام؟ تبقى 8. تعالى بقى ركز معايا، العلامة في الأولاني كان بعد كام رقم؟ رقم واحد اللي هي بعد الأربعة، طب والثانية بعد كام رقم؟ بعد الخمسة، يبقى دي بعد رقم ودي بعد رقم، يبقى العلامة بعد كام رقم؟ بعد رقمين، يبقى بين الثمانية وبين الخمسة، حط العلامة بتاعتي. تعالى في اللي وراها، هشيل برضو العلامات اللي عندي فوق وتحت، أضرب واحد في الرقم ده كله اللي هو 1835، ماليش دعوة بالعلامة دلوقتي، اللي هو 18.35%، لا، هشيل العلامات، يبقى واحد في اللي فوق ده كله. هينزل زي ما هو يبقى الخمسة والتلاتة والتمانية والواحد، طب العلامة فوق بعد كام رقم؟ رقمين، طب تحت بعد كام رقم؟ رقم واحد، طب كله على بعض كده كام رقم؟ تلاتة، يبقى تعد واحد اتنين تلاتة وتحط العلامة بتاعتك يبقى بين الواحد وبين التمانية. في المسألة ديت مديني 2.7 في 11 زائد 74 في 1.3. ديت عبارة عن مسألتين في بعض، شبه دولت بس مسألتين في بعض، بيحط لي بينهم زائد، يحط لي بينهم ناقص، أنا هقسمها لجزئين كده أهو. حط هنا قوسين وحط هنا قوسين وابتدي أحلهم لوحدهم. هاخد الـ 2.7 هضربها في الـ 11،
هيبقى 1 في 7 ب7 و1 في 2 ب2 وانزل الزائد بتاعتي وبعدين احط الصفر ما انساهوش وبعدين 1 في 7 ب7 وال2 1 2 في 1 هتنزل اجمع 0 و7 7 2 و7 هتبقى 9 وال2 هتنزل زي ما هي العلامه عندك بعد كام رقم؟ رقم 1 يبقى تحطها بعد رقم 1 بعد السبعة من ناحية اليمين كده تعد أول رقم على طول بعديه على طول ده أول واحدة طب خد الثانية اللي هي كام 74 أنا عايز أضربها في الواحد بثلاثة من عشرة طب يلا 3 في 4 12 2 معايا الواحد 3 في 7 21 و1 يبقى 22 زائد 1 في الرقم ده كله هينزل زي ما هو بس ما تنساش الصفر في الأول تحط صفر وبعدين تنزل الأربعة والسبعة واجمع 2 و0 2 2 و4 6 2 و7 9 العلامة عندك بعد كام رقم؟ فوق مفيش علامات خلاص تمام تعدي في كام علامة؟ علامة واحدة يبقى بين الاثنين وبين الستة طيب بعد كده هتعمل ايه؟ خد دولت واجمعهم طب تعالى معايا تعالى نجمعهم هنا يبقى هنا عندي ال 96 والاثنين من عشرة زائد عشان هو بيقول لي زائد زائد كام؟ 29 و7 من 10 اجمع 2 و7 كام؟ هتبقى 9 9 6 و9 كام؟ 6 و9 هتحط 9 في دماغك وال6 على ايديك هتجمع هتلاقيها 15 هتبقى 5 ومعاك مين؟ معايا الواحد 1 و9 10 10 و2 12 طيب انت عندك هنا اهوت العلامه والعلامه نسيت تحطها العلامه موجوده هنا والعلامه موجوده هنا تنزل في مكانها عادي هو فرق بين الجمع والضرب الضرب انا بشوف العلامه بعد كام رقم وابتدي اعد في الناتج بتاعي واحط العلامه اذا كانت هنا في علامه واحد مثلا هنا علامتين يعني بعد رقمين وهنا بعد رقم واحد يبقى بعد ثلاث ارقام هنا على طول بعد ثلاث ارقام يبقى بعد ثلاث ارقام لكن في الجمع في مكانها لا زي ما هو موجود كده هو موجوده بين الاثنين والسته فوق والسبعه والتسعه تحت هينزلوا زي ما هو لو ده خط واحد او تحت منه يبقى بين التسعه والخمسه يبقى الناتج بتاعي 125 و9 من 10 125 و9 من 10 ثمن قطعة من الحلوى 2.75 من 100 جنيه فما ثمن 15 قطعة من نفس النوع هو دلوقتي بيديني القطعة الواحدة بيديني 75 من 100 عايز يعرف 15 قطعة هتبقى قد ايه يبقى الحاجة عندي هنا هتزيد مش هتقل، ما قلتلكش قسمت ولا وزعت، انا بقول لك انا عندي هنا اهوت القطعه بكذا، انا عايز بقى 15 قطعه، طب هتعمل ايه؟ هتقول لي 2.75 من 100 هتضربها في 15، واضرب 5 في 5 25، 5 في 7 35 ومعاك 2 تبقى 37، 5 في 2 ب 10 و3 13 زائد وتحط الصفر 1 في 5 5 1 في 7 7 1 في 2 2 واجمع 5 و0 5 السبعة والخمسة اجمعها 7 في دماغك وخمسة على ايدك هتبقى 12 2 ومعاك الواحد 1 و3 4 4 و7 تبقى 11 1 ومعاك الواحد 1 و1 2 2 و2 4 يبقى الرقم بتاعك العدد بتاعك عامل كده طب هنا اهوت انت عندك العلامة بعد كام رقم؟ بعد رقمين يبقى العلامة تحط بعد كام رقم؟ بعد رقمين يبقى 41 جنيه و25 من 100 اللي هو دلوقتي هتبقى كده جنيه 41 و25 من 100 جنيه